قولكم في صحة المرويات التالية: إن أكثر أهل الجنة البله. هذا الحديث فيما يظهر لي أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يمكن ولكن لا حجة فيه للحشوية المجسمة على إثبات اليد أو الأصابع لله تبارك وتعالى، لأن هذا الحديث محمول على المجاز كما تجدون ذلك في المشارق وغيره. أنه عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف: أما إنك أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتي، وما كدت أن تدخلها إلا حبوا. الذي يظهر لي أن هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم.